عندما تقطع من الإنسان فعلته من النار من عبودية الشيطان، هذا أعلى من إعتاق العبد من عبودية الإنسان. من عبودية الإنسان عبوديته يسميها شرك، وإعتاق هذا من عبودية الشيطان هذا عبودية شرك، هي أعلى. نعم. وله عن ابراهيم قال كان يكره النهي كلها من القران وغير القران. هذا ابراهيم هو النخعي رحمه الله من طلاب المسعود احتمال تركه الله تعالى. فيه مثلان تفسير الرقى وتفسير الثنايا. تفسير الرقى وله ان هذه الثلاثه كلها من الشرك والاستثناء. هذا الكلام غير صحيح. اسمع ما يقول. اعلم. ان هذه الثلاثه كلها من الشرك تفسير الرقى وتفسير الثمانية. يقول الرقى وجماعة تفسير الثمانية تفسير الثلاثة ولا أن هذه الثلاثة كلها من الشرك والاستثناء. كلام صحيح. صحيح. سبحان الله. لا يمكن يكون صحيح. لا يمكن. لكن الذي أخطأ هو الخالق. توقف الأصل أن يأتي بهذه الثلاث مسائل على قراءة شو يقرأ الآن الجديد قراءة متسلة. تفسير الرقى وتفسير الثمانية تفسير الدنيا ولكن أن هذه الثلاثة كلها من الشرك والاستثناء. مش نفس الشرك. أن مرؤية نعم قال نعم أن مرؤية بالكلام حق العلم والحكم ليس من ذلك. إذا الآن استقرت أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ أن تعرف الأوتار على الدواب عن العلم من ذلك. إذا هو استثناء ولا العلم الدليل على من تعلق وتراه. نعم. قول ثواب من قطع تميمة من الإنسان. كذلك عند كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف أن مراده أصحاب عبد الله. أيوه مسلم. قال رحمه الله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك طلب البركة. والتبرك ينقسم إلى قسمين مشكور أو ممنوع. المشروع ما يقول بأمر شرعي أو بأمر حسي. والممنوع شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. تبرك بأمر شرعي يقرأ القرآن ويتدبر ويعمل لأن القرآن قرأ ويتجاور القرآن يسكن أرض فلسطين أرض الله يسكن النبي يصلي في المسجد النبوي المسجد الحرام مثلا يصلي في المساجد صلاة المساجد قرأ هذه بركة شرعية بركة حسية كتب شيخ الإسلام كتب ابن القيم كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب أئمة الدعوة المجدية رحمه الله مع الله فيها بركة هذه محسوسة بركة محسوسة إذا لم يثبت فيها في هذا الشيء شيء لا حس ولا شرع تنتقل من التبرك المشروع إلى التبرك الممنوع يأتي بعض الناس يتمسح في المشايخ بركات يتمسح في الشيخ هذا لا حس ولا شرع التبرك ممنوع زارتنا البركة على الناس الكبرى. نعم. يتمسح بجدران الكعبة، يتمسح بجدران الكعبة، نعم. يأتي ببعض الملابس ويمسح بها الكعبة أو الحجر الأسود أو الحجر النبوية أو ما إلى ذلك. تربة أحد، جبل أحد لا يغني عن أحد شيء. ولو كان يغني لأقنع النبي صلى الله عليه وسلم شجع من أحد وقتل الصحابة رضي الله عنهم من أحد التبرك بتربة البقيع وغير هذا تمسك بتربة القبور بكذا وكذا وكذا بالأشجار والأحجار على ما ذكر المؤلف التبرك إذا لم يصل إلى قسمه مشروع المشروع إما من أمر شرع أو من حسن لم يحدث فيه شيء لا شرع ولا حسن ينتقل إلى التبرك وقول الله تعالى أرأيتم اللات والعزى الآية أرأيتم أي
أو اللعنة كان يولد أي السويد للعنة، فمات بعثه على قبره صار أكبر الأوثان يتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وعزة بن عزيز ومنام إما بسم الله منام أو من منى، سمي منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى ورواقع منى، ومناته الثالثة الأخرى أي متأخر حقيقة منى. نعم. عن ابي رافع الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حميد بن حميد وعدي بين مكه والطائف، ونحن حدثا وعهد بكفر وحدثا عن هذا سيتكلم عن هذه المساله المؤلف رحمه الله تعالى، اعتذر الان عن هذا القول الذي بدا منه حدث عن الكفر. نعم. وللمشركين ستره يعرفون عندها ويلمون بها اسلحتهم التعبد خلافا لمن كره، يقول انه كفر عليه الصلاه والسلام
ويسلم أن تكبر عند التعجب. نعم. سد الذرائع. سد الذرائع من التبرع من الشرك الأصغر ويوصل إلى الشرك الأكبر. النهي عن التشبه من أهل الجاهلية. الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم ويصح. قال اسكت على جفوة معند فإن العلم في زهره الذي يغضب عليه ويأثر بالحفظ والمراجعة والطلب هذا هو المحبة. محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يعلم الطلاب ويقول عندنا الدبة حية. أما اللي يقول لا إشكال ولا بالديوانيات وضيع حياته يعني ولا إشكال وتدخل الجنة من نفس الحقائق تمام صحيح. الضرع صلاة
يعني ليس من التصرف في اي شيء اعطاه الله سبحانه وتعالى سواء كان هذا في الحياه او بعد لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك هم الاخوان اول المسلمين. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم اول من اسلم؟ اول من اسلم في او اول الامم اي الاسلام وانقياد يعني العالم. نعم قال وصلت الى ربك وانحر بعد